السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي نيفال. كنتمنى الله تكونوا مزيانين. اليوم غادي نقدم لكم بلاطو ديال اسكالوب بكوردون بلو، كيجي خطير وحسن المطاعم. وخا تكون عمرك ما دخلتي الكوزينة بهاد الطريقة اللي غادي نوريكم غادي توجدوه، ويا سلام وحسن المطاعم، كيجي لذيد وخطير بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناة ديالي وتشجعوني وتضغطوا على زر الجرس للمزيد ان شاء الله من الوصفات. اول حاجة غادي نبداو نعملو مكرونات السلق. غادي ناخد صدر ديال الدجاج، غادي نطحنو كيف ما كتشوفو، نزيدو له شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وغادي نستعمل السلوفان باش يسهل لي الطريقه ديال التلويه ديال الكوردون بلو. خديت معكم دانت فيمي وخديت الجبن ديال كيسو. غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير، سهله ومبسطه جدا جدا. كناخذ القليل من الكفته ديال الدجاج نعملوها على السلوفان ديالنا، نعملو شويه ديال الجبن كيسو ودان فيمي، وكنلوهم بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، كتجي ساهله جدا جدا. ولا بقاتنا شي حاجه ديال الخور شي حاجه مغطياش، كنزيدو واحد شويه ديال كفته ديال الدجاج باش نغطيو على ديك الدجاج، على ديك عفوا الجبن ودان فيمي. اخر شيء كنلويه بالسلوفان ديالنا وكنحطوه في الثلاجه باش كيتشبع راسو شويه، وكيجينا ساهل اننا نقليوه. انا عملت الشكل الاولاني طويل، ودابا غادي نعملهم مربعين وصغارين شويه باش يجونا ساهل في القلي. تقدروا تختاروا الشكل اللي بغيتوا، انا واخا عملت الشكل طويل وصغارين غادي نقطعهم باش في الاخر غادي نزوق بهم باش كيبان ديك الدان فيمي والجبن من الداخل، كيعطيو منظر رائع الصراحه. ما نزلت كوردون بلو في الثلاجة، غادي ندوز دابا لاصوص اللي غادي نرافقوها مع المكرونة. كنحتاج واحد البصلة كنشحرها مزيان، كنزيد لها ربيع الثوم، شوية ديال الابزار، شوية ديال السكنجبير، شوية ديال الملاح، ونخليهم يتشحروا مزيان على نار مهيلة. ملي كنشوفهم بداو يدبلوا لنا غادي نزيدو لهم شوية ديال الشامبينيون. انا استعملت واحد بواطة، غادي نزيد لهم حتى شوي حاجه ديال صدور الدجاج باش كتطلق في لاصوص مزيان. على حسب بالنسبه للكوردون بلو غادي نزوقو غير من فوق، دونك باش تجي لذيذ اكثر وكثر ديك لاصوص ديالنا، نضيفو لها شي حاجه ديال الدجاج باش تسبل لنا. غادي نضيف واحد كريمه ديال الطبخ، انا استعملت العلبه الصغيره، خليوها على نار مهيله باش كتعقد مزيان. فقط باش نزيدو نزيلو لاصوص ديالنا ضفت شي حاجه ديال الجبن ديال البيتزا حكيتو فيها، وديجا كانت عندي موجده لاصوص ديال الجبن حتى هي ضفتها لها. واخر شيء خديت المكرونه ديالي بعد ما سلقتها ضفت حتى هي لاصوص، وبهذا غادي تكون لاصوص ديالنا واجده وكتجي غزاله غزاله غزاله. كنتمنى تجربوها. غادي نخلي المكرونه ديالنا تزيد تشرب من لاصوص ديالنا على نار مهيله. غادي يبقى لنا دابا غير ندوزو لطبق التزيين. كيف ما كتشوفوا معايا انا زيت معها فريت، انا من عشاق ديال الفريت كنحماق عليها، ما نقدرش نوجد شي غدا ولا شي عشاء بلا ما ندخل فيه بطاطا فريت خصوصا. رفقت بلاطو ديالي بلاصوص ديال الجبن، ديجا كانت عندي وجده غادي نشاركها معكم ان شاء الله في اقرب فرصه مع شي بلاطو اخر ولا شي وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معايا، وشكرا بزاف للمشاركه ديالكم والمشاهده ديالكم.